هذه الموتى يرجع الموتى إحياءهم، هذه طبعا من الأدلة. يبدو هذه من المسائل التي كانت تطرح. مش بس هيك، في احتمال كبير على فكرة إنها تكون مش القضية في قضية فقط ما يطرحونه. أوضح أكثر، هم الحقيقة كانوا بيطلبوا أدلة حسية، معجزات، أولا كنوع من الاستهزاء، أو يعني إذا بقدر بلكي قام جبال مكة، زمان مكة ما هي واد مكة، وهالجبال السوداء هذه لو هيك وسعها وفجر لنا الأرض، على فكرة قطعت به الأرض، فجر الأرض أنهار وكذا الأخيري، تطلع هالينابيع والموتى يكلموا ويخبرونا بأمور، خصوصا إذا ظلهم موتى موتى بدون ذاكرة، نحدثهم يقولوا نعم الآن أمامنا الحقيقة، مش هيك؟ تمام؟ لو لحظة، طب هم طلبوا معجزات حسية استهزاء، حتى لو كانوا ايش، لو كانوا غير مستهزئين. القضية انت بتطلب برهان وبس، وانا اللي بعطيك البرهان، مش انت بتحدد لي شو هو البرهان، انا اللي اعطيك البرهان. طيب نيجي الان، ثم هم بيطلبوا اشي صغير، يعني تصوروا لو المعجزات الحسية الان، مين اليوم ممكن يؤمن عن طريق المعجزات الحسية التي ثبتت بحديث صحيح او حسن ويبني عليها عقائد فقط، انه هذا هو كل الدين؟ مش صحيح. القرآن لحد اليوم هو اللي يخاطب الناس. لذلك هم ما قالوا القرآن، لحظة، ما طلبوا انه القرآن هو اللي يحيي الموتى، ولا طلبوا، هم طلبوا ممكن احياء الموتى او تسيير الجبال او شق الارض او الاخري، تفجير ينابيع ولا غير. وحتى لما طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم انه بدنا نشوفك بتلقى في السماء، وبعدين ما نصدقش انك بتلقى حتى كذا كذا كذا، وهذا كله استهزاء، حتى لو شفناك بتطلع في السماء مش قضية، بس بدنا كمان واحد. ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، وين جواب لو؟ لحظة، وين جواب لو؟ مرات وهذا وارد في القرآن، مرات الجواب بيكون مفهوم من السياق، فبصير من الحكمة انك ما تعطيش، او من البلاغة. زي مثلا انسان، اعطيكم مثال، انسان مثلا طلبت منه انه يكون بعمل، السياق كله اجا هذا المدير لهذا السكرتير اللي طلب منه القيام بعمل، قال له اجا عليه ثاني يوم الصبح لقيه مرتب كل شيء تماما زي ما قال له، شو قال له المدير؟ قال له لو ما صنعت كان ايش؟ مش بالضروره كله كان ايش، هذه بتصير الاحتمالات الان، وبتصير تضع انت إيه؟ بس واضح السياق، هو كان قايله شوف بكره الصبح لما باجي بده يكون كل شيء جاهز، فهمت علي؟ بكل فهمت عليك. ثاني يوم لما شاف قدامه قال لهم اولى لك، شو يعني اولى لك؟ يعني مع السياق كله مبين منيح، يعني كويس انك عملت، لو ما عملت هو ضروري يكمل له؟ لا، هو اصلا الافضل ما يكونوش ايش؟ عارف الجواب، بجوز تطلع اصغر هاي اللي كاين. لو ما عملت كان حرام تكمل الفطور مثلا، هذه هيك يعني هي كان ما اشتغلتش من اصله. المهم لو انتم بتطلبوا معجزات حسيه، معناتكم مش عارفين شو القران. تطلبوا معجزات حسيه معناته عقولكم اقل من انها تدرك. لو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى لكان هذا القران، وهذا بيعطيك افق الان شو ممكن يكون القران على فكره، واسراره كمان. لو في قران بيحيي الموتى، يكلم به الموتى، تقطع الارض، تسير الجبال، هذا واصلا قال سبحانه وتعالى لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، وتلك الامثال نضربها للناس ليش؟ لعلهم يتفكرون. معناته وراها فكره، هاي فكروا في الموضوع ايش يعني. ولذلك
على فكره في العلوم المعاصره والتفاصيل ممكن في هناك ابعاد الان وكل ما يكتشف في القران الان من اسرار. طب ما هو قال الذي عنده علم من الكتاب، من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. ايش علم من الكتاب؟ انه كتاب واضح انه من جنس الكتب الوحي، فيها علوم احيانا ممكن تسير الجبال وتقطع ويكلم الموتى كمان ندريش. لحظة، يعني بصير عالم اتصال بين العالم الواقع والبرزخ، شيء عجيب هذه. لو انت يعني وانت، طب ما هو الله سبحانه وتعالى اعطى هذه القدرات لبعض الانبياء زي عيسى عليه السلام، للميت كان يقول له قم قم طاليتا قومي، قال هيك بقولوا ما يعني ايتها الفتاة قومي وتقوم، كانت ميتة مش فقط الى اخره. اذا لاحظوا، اذا هذا القرآن اذا فيه، هو ما طلبوش قرآن على فكرة يفعل هذه الافعال، هم طلبوا معجزات، فبدي اقول لهم انتم هذا اذا فيه قرآن بيفعل هذا، هذا معناته ممكن على فكرة ايحاء بما فيه من اسرار وعظمة، وهذه الاسرار تبقى الى يوم القيامة على فكرة، الى يوم القيامة، الى يوم القيامة يكتشفوا الناس. طيب اذا بتطلبوا انتوا لا، ما هي القرآن، ما هي القرآن، لو ان قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الارض وكلم به الموتى، او قطعت به الارض او كلم به الموتى، ايش يعني؟ هيو فتح لك اياها. شو رايكم؟ شو الموضوع المطروح اصلا؟ شو المطروح الموضوع؟ ايات؟ طب ما هي هذه الايات اللي بتقول عنها اصغر، اصغر بكثير من مما هو موجود لديكم. بل لله الامر جميعا. ما هم ما امنوش بالقران، دققوا معي، ما هم ما امنوش بالقران وبيستهزئوا وبيطالبوا. شو القصه؟ ما دام القران فيه اذا فيه الاقناعات الكافيه والادله والبراهين القاهره، طب ليش بيؤمنوش؟ ليش بيؤمنوش؟ دققوا معي، ما دام القران يحتوي، انتم بتطلبوا الأدلة الصغيرة، طب هذا القرآن ما هو أصلا لو كان ممكن هاي إشارة لإشي موجود، ومع ذلك يعني بمعنى آخر فيه المعجزات اللي بتطلبوها وأكثر، تمام. طب وشو القصة؟ بل لله الأمر جميعا. إيش يعني؟ إيش يعني؟ دققوا معي الآن. في ناس بظنوا إنه الملاحدة او الذين لا يؤمنون بالدين ينقصهم الادلة، وانت مطلوب منك شرعا كمسلم تقدم الادلة، مطلوب يؤمن ما يؤمنش، يؤمن ما يؤمنش انسى. شو يعني انسى؟ لو كانت الادلة قاهرة ولا يريد الله له ان يؤمن لا يؤمن، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. مش ممكن، فيش واحد بيؤمن إلا بإذنه. تقول لي براهين، هذه البراهين بنقدم لك مشان تكون حجة عليك. لاحظ، البراهين بنقدمها مشان تكون حجة عليك، أما تؤمن ما تؤمنش انسى. شو يعني انسى؟ القتل نشوف. اذا ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا، هذا مشيئة الله ان يكونوا كلهم مؤمنين. اصلا لو مشيئته اتجهت يكونوا كلهم مؤمنين بقول لهم امنوا بيؤمنوا خلصنا. فاحنا على ايش؟ افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ مين قال لك انه الله سبحانه وتعالى يريد هذا الكلام بالقهر؟ هاي واحد، ما هو مقدر يستطيع سبحانه وتعالى قدرته، خلاص مشيئته يؤمنوا بيؤمنوا. شوف هذا الآن وحي، هذه الأولى، الآية الأولى، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. في المقابل، في المقابل وما كان، شوف لاحظها، لو أراد الله سبحانه وتعالى مشيئته أقصد إنه يؤمنوا كل الناس بيؤمنوا، أنت بدك تكره الناس يعني أنت مستفز لأنه في ناس مش مؤمنين، أنت مستفز إنه ناس مش مؤمنين. ما هو الله سبحانه وتعالى لو مشيئته اتجهت يؤمن أهل الأرض خلاص بيخليهم كلهم مؤمنين، أنت بدك تكره، أنت بتكره الناس. في المقابل وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، حتى لما بدأ تؤمن بإذنه،
ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون بإذنه. طيب لاحظوا، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، كل شيء ممكن يقنعهم كان اقبالهم هيك ويعينوا معاينة، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إيش بدكم يعني أكثر من هيك؟ نزلنا لهم الملائكة، دققوا معي، نزلنا لهم الملائكة، قاموا الموتى وكلموا واعطوكم الرسالة وردوا رجعوا. ها وه لاحظ، كل ما يمكن حشرنا عليهم كل شيء قبلة، كل شيء ممكن يدل أمامهم، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. تستغربوا، طب وبعدين ايش يعني الان بدنا نرجع نكمل في الآية، بل لله الأمر جميعا. القصة